من أهم ما شغل بال بناة الدولة المغربية مع مجيء الإسلام وانتشاره، ولا سيما منذ سطوع الدولة الإمبراطورية المغربية في الغرب الإسلامي مع المرابطين في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين، أو الموحدين بعدهم في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين، إلى الدولة العلوية في السابع عشر الميلادي، مروراً بالمارينيين والوطاسيين والسعديين. هو تأسيس نظام أمن أو جهاز شرطة متنوع المهام والاختصاصات. منذ عهد الأدارسة إلى سنة 1956 عرف هذا الجهاز في المغرب باسم جهاز صاحب الشرطة. صاحب الشرطة كان يخضع لضوابط تتمثل أولاً في استتباب الأمن وتوفير الأمن والدفاع عن الأمن، وتكون عيونه متيقظة